شكرا لزميلنا صديق سيد البشير على هذا التقرير. وقفنا على أوضاع اللاجئين، نمضي ونتواصل بذات الإبداع في صباح الشروق والإلهام. الكتاب دائما مشاهدينا الأعزاء يبقى خير جليس لنا في ذلك الزمن وفي كل الأزمنة، مهما تجولنا عبر جغرافيا الزمان والمكان لا نجد أفضل جليس من الكتاب وأوفى صديق وأعظم ما يمكن أن يزيد من ثقافة الإنسان، وهو دائما الملهم للغراء وأفضل من نتكي عليه إذا كان في صمت أو في همس أو في جهر. يبقى ذلك هو الكتاب. إذا نتكي في هذه اللحظة مع المبدعة الكاتبة والقاصة والروائية طبعا بكل حال والشاعرة الأستاذة رشا علي مرغني. أهلا بك، سعيدين جدا بك عبر صباح الشروق. أهلا وسهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب نقدر نقدم يعني حاجة تنال رضا الجميع إن شاء الله. أهلا بك، ويعني أنا دائما بحاول أبدأ حامي شوية، فخلينا نستقبل كل مشاهدي صباح الشروق بواحدة من أجمل الكتابات المختارة منك بكل تأكيد. قصيدة. قصيدة طبعا. أوكي. طيب. على أساس أن أدخل بها في الجو. طيب. أوكي. طيب، يمكن وإن كانت هي قصيدة شوية فيها حزن يعني، لكن ككلمات ممكن تكون معبرة. جميل. طيب، قصيدة قلت فيها: تقدر يوم تعيش الدنيا زي كابوس مخيف مظلم، تخاصم العالم اللي حواليك وتتألم، تخط القشرة فوق عينيك وتتألم، تعيش عمرا شقي ومؤلم وتتألم وتتبسم، مرات تعصرك حيرة لمن زهرتك تبسم، في خاطرك تعيش الفرحة لكن زول بشوف عدم، بشوف زهرة هواك وهم يقول لك لون لون الدم، ويقول للفرح أجيف عندك ويالحزن أنت يتقدم، وتتألم وتتبسم. صحيح جوانا ما بتحس لكن ربنا الأعلم، والفي عيوننا بندس نكاتلو منه نتعلم، لابد يوم يصل مرسو يقول الحق ويتظلم، يطلع زفرة الآهات والكان شوقه بيتكتم، وتتألم وتتبسم. منو اللي بيعرف مداخل الروح عشان يحكم، وليها الناس تكون قاضي وكمان تعدم، يمكن يسكنوك أسوار ورا ذنب أصول وهم، أو ينفوك في أسوار في أطلال عفوا ضلها مايل يتهدم، وتتألم وتتبسم. يا سلام، يعني تتألم ومع هذا الألم هذه الابتسامة، فمخاليات كثيرة جدا في الناس، ما في النفس ونفس المبدع بصورة عامة. نعم. ما بين المواصلة، ما بين الهجران، وما بين متى تكتبين ذات القصيدة؟ طيب، متى تكتبين؟ طبعا أنا بديت أكتب من الصف الخامس الابتدائي، يعني عهد الطيبين زي ما بيقولوا، من زمن الأوتوغراف اللي عنده طبلة صغيرون. ف يمكن مرحلة بعد مرحلة فوصلت، يعني الواحد لما خلاص نضجت أفكاره والواحد بقى خلاص بيتفاعل مع الأحداث الحاصلة حوالينه، فمن العام 2007 كتبت أول رواية، كانت يمكن طويلة شوية لكن في مجملة كده تحت عنوان حبال البراء المنقذة، يعني كانت قصة بتتحدث عن كم حكاية، أربع صحبات وكل واحدة فيهم بتجي تنقذها، تفاصيل كثيرة ممكن إن شاء الله لقدام الناس تطرحها وتشوفها. فأكثر لحظات بكتب فيها يمكن اللحظات الحزينة، يعني وإن كان أحياناً الواحد بتمر عليه لحظات كثيرة بتاعت فرح وسعادة، لكن أنا بشعر ما عارفة، يمكن الأوبشن بتاع الكتابة حقي مظبوط على الحزن ما عارفة. أنا ما عارفة طبعاً، ما حمرر لك، لكن حازل عنها في محور جاي. طيب. أوكي. طيب، فيمكن واصلت وبعد كده كان عندي حاجات كثيرة وقصائد كثيرة ونثر والمهم دفاتر يعني فيها ما شاء الله كمية من الكتابات، فقاعدة كانت يعني محتكراها. فلحد ما شنو جات أيام الثورة اللي هو العام الماضي، ف
فالإحساس بتاع الأمهات وشهداء الأبناء وإنه والشهداء وكل يوم بتطلع أم بتتكلم عن ولدها، الحاجة دي يمكن خلتني أقعد وأكتب، وما بس أكتب يعني، فبدأت أكتب وكل مرة أمشي أطلع حاجة من حاجاتي القديمة وأجي برضو أخدتها من ضمن الكتاب اللي حاليا أنا بكتب فيه. ويمكن الكتاب ده هسي هو عبارة عن فواصل، وكل فاصل يعني كل فاصل قائم بذاته أو فكرته براها يعني، وأحيانا الفاصل الواحد ما بتعدى الصفحة. الشعر والقصيد لامس الإحساس ده برضو ولا لا؟ والله طبعا كله. في كام منتوج عنده علاقة بالثورة كقصيدة؟ والله حاليا لا، لكن يمكن عندي قصيدة نهايتها يعني ما أعرف، لكن حسيت إنه فيها تنبؤ كان يعني، يمكن هي أنا أطرحها بعد شوية. طيب اسمع اسمع. طيب اسمها ثلاث ليال، القصيدة دي ثلاث ليال قلت فيها، وإن كان يعني حتى السبب بتاع القصيدة دي زي ما بيقولوا سبب مختلط يعني، يمكن بين ثلاثة أحاسيس يعني. الإحساس الأول كان أيام حرب غزة قبل سنين يعني، وبعد كده عندي أخويا الوحيد يعني قاعد معانا وكده، فسافر كان عشان يقرا برا، يمكن الحاجة دي برضه أثرت فينا يعني شديد. ومن هنا بقدم له تحايا وبقول له والله نحن فقدناك شديد، والموضوع ما كان بس تعرك بالستارة وتعال نزل الستارة، لا والله اشتقنا له شديد. فهسه اتزوج الحمد لله وفي السعودية، فالحمد لله يعني حسيت انه شو هي فيها ثلاثة نقلات، فممكن ادخل فيها. اسمها ثلاث ليال، قلت فيها ثلاث ليال اتعبني السفر المجهول، عقلي جمده البرد، اصبح كالخيط المفتول بمساحات ملئت ورد وثنايا شوق مقتول، بثلاثي قيدت بقيد كرزاز الورد المبلول، رميت كورقة نرد على خشبة عشق مصقول، أرقامي ثلاث بالعد بدأ اللعب المخبول، رميت أرقامي مرات أرهقني حديث مقفول، بحري أرهقه المد بمياه شعور مكلول، اعتاد العيش للحظات ثكلى كالسيف المسلول، عشق الهروب بأوقات صمتي فيها مجلول، إحساس صمته كلمات شقت ليل مجبول، رحلت جوهرة العقد ببريق فيها مدفون، جوهرتي ما حفظت عهد تركت قلبي مفتون، ماذا بعد مضي الوقت برحيل نديب مأمون، هل تعرف أني متعبة لفراق رحيق مختوم، ولقاء أجمل من نجم يعلو بسماء محكوم، سقبت عيناي دمعات ملأى بحديث مدموم، أشواق كادت تقتلني بشعور الحب المعهود، بحروف مجملها أخي بسطور خطاب موؤود، وفراق دام بناظرنا وأغاني طيفها مردود، بأشواق مفعمة حب وأمان ناره موقود، هيا ننطق بالأخ، هيا ننطق بالأخ بلسان ألم مجزوع، لنشاهد حيرة دامية بالغزة كل مصروع، براءة أطفال تقتل أمل ورجاء مقطوع، ونساء هدمت عزتهم وحياء ثوبه مخلوع، وعدو أعدى من نفسه دوما برصاص مسروع، فالأمن بعيد عالمه أصبح كالشيء الممنوع، هزتنا قصة حكام ورئيس رأسه مقلوب، عاش برعشة أطفال ماتوا بحليب محلوب، يعيش وقد غذى بطنه من خبز طحين مسلوب، ومياه غمرت عطشه عكر كدم منهوب، يوما يجرفه السيل بمياه موجها معبوب، تأكله أسماك القرش ونجاته قول مندوب. تنبؤ ولا لا؟ هو يعني أغرب إلى التنبؤ هو التنبؤ بعينه. لكل شاعر لكل مبدع قضية يكتب لأجلها، وهناك عدد من القضايا الكل يعمل فيها ويحارب من أجلها من خلال إبداعه. نعم. رشا علي مرغني أسيرة
الأحزان وتحاول أن تخرج منها، هل هي القضية الأساسية ولماذا الحزن؟ والله طيب سؤال ممتاز جدا. يعني أنا ما أسيرة الحزن، ولكن يعني طيب أقول لك الفهم. يعني أنا أمي الله يديها العافية من دون أخواتي أحيانا بتسميني شنو؟ مالك الحزين. فشنو يعني أنا نوع الناس اللي مثلا ما أي نقطة بتضحكني، يعني باختصار كده يمكن يعني ما قادرة أصنف نفسي، لكن ما عارفة يعني يمكن عندي عالم كده عايشة فيه. وبعدين يعني ما حكاية حزن، لأنه الأوقات السعيدة بتجي والحزينة بتجي وكده، ولكن بتلقى في زول مثلا اللي بيأثر على يعني التأثير الأكبر مثلا لإبداعاته ممكن يكون الحزن. فبس لست بأسيرة للحزن، أنا أتوقع نعم رواية لا تعبيها رشا عن ذاتها وعن كينونتها. الجاي حيكون فرح إن شاء الله الداعية لتصنع لنا فرحا إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. إحدى فصول كتاباتك فصل بعنوان كيف نصنع شخص معاق فكريا. نعم. والمعاق فكريا هو حزين ويحزن من حوله أيضا. طبعا حتى لا أفسر أنا طبعا. نعم طبعا. يعني كلمينا عن هذا الفصل. طيب كيف نصنع شخص معاق فكريا؟ طب انا ممكن اقرا بس مقتطفات من الكتاب. طيب قلنا يعني الشخص المعاق فكريا ده هو شخص احنا بنصنعه بالمناسبه، شخص لا يستطيع اتخاذ قرار ابدا، انسان مهزوم داخليا، نعم، متناقض، يحزن ويسعد في نفس الوقت، دواخله اعتادت الحزن، هو مبتز نفسيا، هو اداه للوصول لاداء اهداف معينه تخص مصلحة ما دون النظر لآدميته. يعني أنا لو جيت مثلا أتكلم ما خلاص كده احتمال فكرة الفاصل وضحت. نعم. يعني في يعني لو جينا تكلمنا عن الشخص ده بتلقى إنه هو ما هو أصلا ما كده، لكن ممكن الظروف اللي حواليه تكون خلته كده، أو يكون هو مستخدم كأداة لانه مثلا شخص ما يصل لاهدافه عبره. يعني فيتخيل الزول ده مثلا لو ما قام انتبه كده وتنفض وعيني في الحاجه دي، فهو عمره كله حيكون اسير للحاجه دي. يعني ف الكلام كله بيتكلم عن الموضوع ده، انه انت كيف تصنعه، انك كيف تقدر تكتشف الحاجه دي، وانك كيف تقدر تطلع منها وكده. يعني نعم، ما هو الشيء الذي يشابه الجنون؟ طيب قصيدة. طيب عشان أجيب على أجاوب على السؤال ده فأنا هديك قصيدة اسمها يمكن يقولوا اتجننت. طيب يمكن يقولوا اتجننت أو يقولوا اتغيرت، فكت سطور والجن كده. يعني لو جبنا الكلام رصينا رص، رشينا بيه موية ورد، وسقينا من روح الهيام عشان ينبت شوق جميل باسمه جن، لو كان كده اهلا وسهلا بالجنون. في لحظة يمكن يجيك كلام كده ورا بعض، او جملة ما تحدد زمن في طلقة، احساس غريب يجبرك انك تعيش مع لحظته في سكونك، يحيرك ومن طريقك يرجعك، ومن غسيلك يذكرك، حتى في وقت التدخل يكون شمارك وفلفلك. احساس غريب في لحظة في يوم ذاك سألت نفسي بصوت خفيف ما سمعه زول ده يكون شنو؟ يا رب جنون؟ اللي قول جماعة هناك جبال، ولو كان كده معناه تجنيت من زمان، معناته جنيت من زمان، بس كنت مجنون جبان، ما معترف بالشي المؤصل في الفؤاد، وشعور سرق روح الحنان للحظة بلهفته وأشواقه ديك، ما عرف ظرف المكان، حاجاته كانت كان تحرك في الحشا زي حين منظر كان عديل راجي لحظات النواح، إنه لم نمشجعته من السقى، بقاها زي شجر ضليل لناس كتار يتألموا من الجراح، وبعد كده يمكن لقيت مجنون شجاع، أخذت لي حبة شجاعة مع الحرف، قدرت أكتب بشعوري وأنجرف، وفي نقطة دايما بوصلها أنا بختلف وارجع أكون مجنون جبان. لحظة أنت بتملكها تسرق حروفي تشتتها، وافرح دواخلي تمرقها، وتاخذني من جوا الحديقه ونسمتها، ومن بين معالم فرحتها، لو قلت لك كتلتني بشوف حبه
لو حروفنا بعملنك بيتي أبقى. ممكن أقول إنك بحر غرقتني، لا من همومي رميت ليك وريحتني، بيرك جميل كلماته فيك يا وطن، نسكن دواخلك ونشتهيك. الجميع يشتهي الوطن ويريد أن يسكن بين أحضانه وفي دواخله. بصورة عامة يقولون دائما إن الفنون إذا أردت أن تنظر إلى أمة وكيف تغيث هذه الأمة، تعرف مدى رقي هذه الأمة، فانظر إلى فنونها. رشا، كيف تنظرين أنت إلى الفنون كقيمة جمالية في حياة الناس، وأنت هنا الكاتبة القاصة الروائية والشاعرة أيضا؟ طيب، ممكن يعني إذا أخذنا الفن، أول الفن عموما ممكن ناخده كرسالة. أو أنا مثلا إذا هسه سألتني عن الرؤية والرسالة حقتي، ممكن أقول لك إنه رؤيتي مثلا إنه الكلمات اللي أنا بكتبها سواء كانت قصيدة أو نثر أو أي كلمة أنا بكتبها ممكن تكون يعني للناس، عشان يعني يعني تكون زي شجرة ضليلة كده للناس يستفيدوا منها وكده. ولكن الرؤية يمكن إنه الواحد كيف يقدر يصل، يعني انت كيف تقدر توصل كلماتك دي للناس، او كيف يقدروا يستفيدوا منها او يستظلوا منها. يعني انا مثلا جيت قريت القصيدة احتمال تلامس جواي حاجة مثلا، وبرضه رسالتي انا برسلها انه الواحد يعني حتى لو في مرحلة من مراحل عمره حاول يكتب، بيجي الوقت اللي يعني بيطلع فيها كتاباته. فانا فعلا فترة من الفترات احتكرت شديد يعني كتاباتي، كنت بتعامل معهم كانهم اولادي يعني بسدساهم كده. لكن مرت المرحلة ومرت الفترة، فحسيت انه مفروض تطلع، يعني مفترض الناس تسمع الحاجة دي، مفترض تستفيد منها، وفيها رسائل كثيرة والمواقف الكثيرة والحياة يعني الحمد لله سنين الواحد عاشها كفيلة بانه تخلي الواحد تجربته في الحياة يعني الحمد لله كويسة. يعني انت بتقدر من هنا بتقدر مثلا تطلع الكلام في شكل رسالة كويسة يستفيدوا منها الناس. جميل. اذا انا يعني اتيح الفرصة الان للكلمات اخيرة. طيب. ومن ثم ماذا تختارين ايضا لتقرأي لنا في الختام؟ طيب، ممكن اختار لكم برضو قصيدة. طب ممكن اختار فاصل عبارة عن نثر. طيب ممكن. طيب، هو ده يمكن كتبته هسي بعد الحظر وكده، بعد الحظر والضغط النفسي اللي الناس كانت عايشة فيه. ده مواكب شوية للوضع. ايوة. فزي ما قلت لك الواحد بدا بيجيب من هنا ومن هنا، يعني سبحان الله حتى الاختيارات بتكون ما على كيف، يعني بتحس انه خلاص بتختار وبتجيب، ويعني الحاجات كلها مرتبطه مع بعض. طيب، ما نختار القريب اذا ما وجدت. اوكي. طيب طيب، قلت عام مضى، عام مضى نصفه، حملت أيامه بين طياتها الكثير، وكنا ما بين حضر وحجر وموت، لعل في المحنة منها كنا نقبع في أركان أنفسنا وننظر للحياة من زاوية ربما كنا تائهين عنها. اختلفت نظرتنا للأمور والأحداث، أصبحنا أكثر تقييما للزمن وللأموال المهدرة في أشياء لا أقول غير ضرورية، ولكن يمكن أن تستمر الحياة بدونها. انتبهنا لتفاصيل صغيرة في بيوتنا كنا نؤجلها، أخذتنا الحياة بإيقاعها السريع لدرجة أننا قد نرى أبناءنا بنفس الملامح والطباع الحقيقية، ولكن في الحقيقة أن لكل واحد فيهم شخصية المختلفة، وكل منهم يحتاج تعامل مختلف حسب المعطيات التي نلتمسها نحن كآباء وأمهات. وعينا تماما لمقولة الوقاية خير من العلاج، الوقاية التي لا بد أن نعتمدها سلوكا. أعتقد أن ذلك الفيروس أتى ليعدل من سلوكنا ويغير من طريقة تفكيرنا.
يا سلام جميل. أنا سعيدة جدا بك عبر صباح الشروق، شكرا لهذه الإطلالة. أهلين. وفي أتم السعادة دائما بك، شكرا لك. الحمد لله، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، كانت هذه الشاعرة الكاتبة القصة الروائية رشا علي ميرغني في صباح الشروق، وكانت هذه الإطلالة الإبداعية من شعر ونثر وقصص وحكاية مختلفة. يتواصل هذا النبض وهذا المدى الصباحي الإبداعي عبر صباح الشروق بعد هذا الفاصل.